أن أتناول الكلمة باسم معالي السيد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الأستاذ الدكتور طيب البكوشي في الجلسة الافتتاحية لاجتماعنا التنسيقي هذا حول البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا وتنفيذ أجندة ما بعد ملابو التي تحتضنه مدينة الدار البيضاء. وبهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم بخالص شكري للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا لما وفرته من ظروف وتسهيلات لإنجاح هذا الاجتماع، وكذلك إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي على ما تقدمه من سند مادي وتقديم للمجموعات الاقتصادية الإقليمية. طبعا اليوم هذا اجتماع يضم المجموعات الاقتصادية الأفريقية والمانحين من جميع المنظمات. تستضيفنا اليوم المملكة المغربية، وهذا اجتماع الحقيقة أول مرة يعقد في المغرب المجموعات الاقتصادية اللي تصدوا لموضوع مهم جدا لي علاقة بالأمن الغذائي وما تمر به المنطقة بشكل عام من مشاكل تصحر وكذا. وكل هذا الاجتماع يأتي في إطار الأهداف السبع لإعلان ملابو، وأيضا تم مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات والعمل المستقبلي اللي ممكن نقوم به إن شاء الله. احنا متفائلين جدا، دور الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي خاصة في فترة رئاسة معالي الدكتور طيب البكوش أصبح دور متميز وواضح للعيان، وإن شاء الله متفائلين أن المستقبل تكون الأمور إن شاء الله بشكل أحسن.